بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 1. إن شاء الله النهاردة هنبتدي في خطوات تصميم الرافت فاونديشن اللي هو بارت 4 من شابتر 7 اللي هي الرافت فاونديشنز. عايزين نصمم Raft Foundations بطريقة الconventional أو الطريقة التقليدية. لو أنت عندك مجموعة أعمدة، 9 أعمدة P1 P2 P3 P4 P5 P6 وهكذا، أعمدة كلها 9 أعمدة مثلا، والمسافة بين السنتر العمودة للسنتر العمودة اسمها L1 وL2، هنا المسافة B1 وB2، يبقى الدايمنشنز بتاعة الرافت بتاعتك B في مين؟ في L. كل ده المفروض إن هو عندك معطى او موجود من اللوحات الانشائيه، ولازم تكون عارف النت الاولبل بيرنج كاباسيتي يونت الاولبل، دي المفروض ان انا عارفها من تقرير السويل، وطبعا من خواص الحديد عارف الاف ييل، ومن خواص الخرسانه عارف الاف سيو. طيب نعمل ايه بقى عشان نصمم؟ اول خطوه هنتكلم عليها النهارده ازاي تحسب التوتال كولوم لود، التوتال كولوم لود اند اتس بوزيشن. نحسب ازاي الاحمال ومكان المحصله بتاعتي. ببساطة خالص، لو انت حطيت هنا جمعت الحمل ده والحمل ده والحمل دوت، فيديك حمل هنا مثلا هيبقى عبارة عن بي اللي هو 3 و5 وكام و9، وتجمع دولت بنفس الكيفية يبقى عندك هنا بي كام؟ 2 و5 و8، ده 6 اسف، ولو جمعت دول مع بعض هيديك هنا مين؟ بي 1 و4 و7. طيب كل اللي انت هتعمله هتروح تجيب البي مين؟ توتال، اللي هي مجموع مين؟ البهات، دي زائد دي زائد دي. وبعدين ابتدي اعمل ايه؟ اخد المومنت حوالين نقطه، هجيب الاكس بتاعتها، يعني بي توتال في مين؟ في المسافه اكس دي بتساوي مين؟ بي 2 و5 و8 في المسافه اللي هي L1 زائد بي 3 و6 و9 في L1 زائد L2. يبقى انت في الحاله دي تقدر تجيب الاكس بتاعتي. ما اجيب الاكس دي لحد السنتر بتاعت العمود، تزود عليها نص العمود تقدر تطلع مين؟ الاكس بار بتاعتك. وقارن بقى الاكس بار بالال بتاعتي او ال على 2 اللي هي نص الايه؟ نص الرافت لينث. لو لقيت ان الاكس ديت اكبر يبقى انت اكيد في المرحله ديت في مسافه اسمها اي اكس، اي اكس دي بتساوي ايه؟ هتساوي اكس بار ناقص ال على 2، يعني الاي اكس بتساوي الاكس بار ناقص ال على مين؟ على 2. فطلع الاي اكس بتاعتي يعني مكانه الناحيتي. اللي عملناه في الاتجاه اكس دايركشن نبتدي نعمله كمان في الواي مين دايركشن، نروح جايبين مجموع الاحمال ديت ومجموع الاحمال ديت ومجموع الاحمال ديت، ده وده وده يديني هنا، وده 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 نحطه هنا، وده 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 نحطه هنا، يبقى بعد كده اجيب مين؟ البي مين؟ توتال. البي توتال طبعا هي البي توتال ديت مفيش اختلاف، وبعد كده اجيب المومنت بتاعي او اجيب مكان تاثيرها، هقول الواي يعني البي توتال في الواي بتساوي مين بقى؟ الحمل ده في المسافه اللي هي بي 1 زائد بي 2 زائد الحمل ده في بي 1، يبقى اقدر اطلع الواي. الواي دي لحد السنتر بتاع العمود، تزود عليها نص العمود يبقى الواي بار تقدر تجيبها بتساوي واي زائد نص العمود. جبت الواي بار هقارنها بالعرض بتاع الرافت بتاعتي اللي هي البي بتاعتي. جبت البي اقسمها على 2 واطلع مين؟ الواي بار. لو عايز بقى ممكن الاقي ان البي على 2 لو كانت بتساوي مين؟ لو كانت بتساوي الواي بار، يبقى في الحاله ديت المحصله موجوده على محور اكس دوت، ما ده محور اكس وده محور واي، يبقى المحصله هنا. اما لو كانت مختلفه فهتجيب حاجه اسمها الاي واي، الاي واي دي بتساوي مع مين؟ البي على 2 ناقص مين؟ الواي بار، يبقى اقدر اطلع الاي واي، يبقى انا كده عرفت مكان المحصله بتاعتي موجوده فين. دي اول خطوه من خطوات تصميم الرافت فاونديشن. شكرا